Go live in a room invite. Elias. Hello. هاي شلونكم؟ ننطر الياس يدخل معنا على الخط. هاي ماما، سلم على امي. لازم لحظه، ترى اول مره اسوي لايف فشويه يعني قاعد اشوف شو السالفه. تمام، سند ريكويست. هاي، هلو، هاي، اهلا وسهلا. هاي مها، شلون شكلي؟ مها بس راح تفهم ليش قاعد اسال هالسؤال. اوكي، ليش الياس ما دخل؟ طرش له الريكوست. اللي عنده خبره باللايف يقول لي انا قاعد اسوي شيء غلط ولا لا. طرش له الريكوست، يمكن يبي له وقت. اللي عنده سؤال يقول لي I'm happy to see you too. اي احد؟ ثانك يو اريج. الياس unable to join، ليش؟ اوكي، نجرب مره ثانيه. send request. الياس send request. I will ask. في أحد عنده أي سؤال عن القهوة؟ هاي! هيلو! هاي! وناسة أشوي، الحمد لله أكيد بادية حاتي. أهلا وسهلا. سلام سلام. أخبارك؟ الحمد لله، أنت كيف؟ أنا تمام الحمد لله والله، والهانين عليك الياس. والله وأنا لازم كمان. لازم ترجع الكويت قريبا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قريبا. ترى الياس اللي ما يعرف، الياس ترى عايش بكندا، تورونتو صح؟ تورونتو. اوكي، بس كان بالكويت سنين اصلا، يعني كنا متبنينه عندنا بالبيت لانه هو كان يشتغل مع الوالده، وكنا دائما كنا نسميه الياس التركيت من كثر ما هو كانه جزء من العائله. فصراحه والهانين عليك، خلاص لازم ترجع. لا والله وانا كمان كثير كثير. وصرت بعيد يعني اصلا، يعني حتى وايد بعيد. صح صح مظبوط. ان شاء الله ان شاء الله تنتهي الازمه وترجع قريبا باذن الله. اذا الله راد. المهم، موضوعنا اليوم بدا بعد ما انا حطيت بوست عن عشقي للقهوه، وشلون ان كنت سنين وانا مثلا اصارع واحس اني انا قاعد اسوي شيء غلط، واوقفها وارجع، اوقفها وارجع الى ما استسلمت وقلت خلاص انا احبها ويعني مصدر متعه بالنسبه لي، ف ما راح اوقفها. بس شنو الشيء الوحيد اللي اسويه؟ انه مرتين بالاسبوع ما اشرب قهوه، واليوم احد الايام. بس ما تشوفون عندي طاقه الحمد لله، ما عندي مشكله. فالياس وقتها قال لي انه خلينا نسوي لايف، انا عندي معلومات كثيره ممكن اشاركها، فقلت فرصه لان كثير منكم اصلا تفاعلتوا معي على البوست. بس قبل ان ندخل بموضوع اليوم، الياس يا ريت لو بس تعرف المشتركين اليوم معانا عن نفسك. حاضر، معكم الياس عبد الاحد التركيت. هلا اخطات حلوه. حلوه. درس علاج طبيعي، علاج بالتنويم المغناطيسي، علاج بالوخز الابر السينيه، علاج بالريكي، اوستيوباتي، تقويم عظام. ومن تقريبا اول السنه خلصت فانكشنال ميديسن. فمشان هيك وقت الاخت اروى حطيت هذا البوست قلت لها يلا ليتس دو سم brain digging ونطلع اشياء مهمه تنفيذ الغير مثل ما عم نفيد حالنا فيها. So هيدا باختصار انا شو انا مين. ساكن بكندا، عندي كلاينتس بالكويت، كنت عم طول روح. هلا انتقلوا اغلبيتهم اونلاين، which is still works. So ان شاء الله خير وان شاء الله تستفيدوا من من اليوم ان شاء الله. تمام حلو. Thank you. اللي كنت ابي اللي لما اقرا انا مثلا عن القهوه، فيصير عندك الناس اللي بالنسبه لهم ان كل انواع القهوه سيئه، اوكي الواحد لازم يتجنبها كلها. وبعدين عندك الناس اللي لا، ممكن الواحد يشرب قهوه بس مثلا مو اكثر من كوب او كوبين باليوم، وان تكون عضويه، ان التركيز ان تكون عضويه هذا اهم شيء. بصراحه انا اتفق يعني، لان القهوه يعني من اكثر انواع المحاصيل اللي يرشون عليها المبيدات، فهو الواحد اذا قدر انه ياخذ عضويه او انه معظم الوقت يستخدم عضويه هذا افضل.
وعندك مثلا اللي بالنسبة لهم إن القهوة سيئة، ليش؟ لأن الواحد ما يشرب بلاك كوفي، عادة يحطون عليها حليب، يضيفون عليها حليب ويضيفون عليها سكر وأشياء مختلفة يعني. فإن مثلا الواحد بس يشرب قهوة سادة إنه عادي. وفي عندك المعلومة الجديدة اللي مرت علي اللي ضيقت خلقي، إن القهوة الغير مفلترة هم مضرة، خصوصا حق اللي يعانون من مشاكل الكوليسترول. ففي مادة معينة اللي تظل بالقهوة إذا هي غير مفلترة فممكن تسبب زيادة بالكوليسترول عند بعض الناس. أنا لأن أشرب بس تركي معظم الوقت، تركية وعربية، فهذول ينعدون إنه ينعد غير مفلتر. حتى الأسبرسو مثلا غير مفلتر، فهني هم لما شفت هالشيء. بس الحمد لله، الحمد لله أنا ما عندي مشاكل بالكوليسترول. فإذا بس موضوع كوليسترول عادي، أنا بظل على التركية والعربية، عرفت شلون؟ بس يعني هم الشيء الثاني ان القهوه تسبب ادمان، بس هي يمكن عقب مرحله معينه الواحد تسبب ادمان. لو هي مثلا كوب او كوبين باليوم عادي، ما في ادمان يعني. اذا الادمان هو ان اللي قريته يعني ان الادمان هو اللي ما يقدر يبدي يومه بدون قهوه، اللي عنده صداع اذا ما شرب قهوه كفايه. بس يعني اللي متعلق بالقهوه مالته ما احس ان هي الكافيين بس. وانا هذا الجمال القهوه بالنسبه لي، لان هي الطقوس اللي تتعلق بالقهوه اللي تسبب السعاده، عرفت شلون؟ لان انا ممكن هم افرح بقهوه بدون كافيين، انا ما عندي مشكله، عرفت شلون؟ فهي كذي مثلا اللي القهوه بس تكون يعني طريقه مثلا تحضيرها تسبب له سعاده، انه لما يشرب القهوه مثلا مع كتاب ولا مع الجريده، ولا حتى اللي يشرب قهوته ويشيك تويتر، اللي هو يعني بس عنده طقوس معينة يعني ما يسوي الأشياء اللي يحبها مع القهوة. ففي هذا الرابط يعني اللي يخليه متعلق بالقهوة أكثر من الكافيين نفسه يعني. والله صراحة هذا اللي أنا كنت بقوله عن القهوة. فإذا أنت مثلا يعني أنا ممكن أسألك أسئلة إذا أنت عندك شيء تبي تبدي فيه، بس أنا مجهزة صراحة أسئلة كثيرة. حاضر، مو مشكلة. اوكي، خلينا نبلش بأول شيء حضرتك حكيت عنه، يلي هو عن البايسز او عن التفرق بالافكار او بالريسيرش او بالحالات اللي بالدراسات اللي صايره على القهوه. وانا مثلك اروى، يعني بس اوعى الصبح بدي مينيموم كوبين قهوه بس تقدر قلع مثل ما بيقولوا باللبناني. I love my coffee. I will never stop it. I'm addicted. I'm addicted. It's fine. بس كمان عملت كتير ريسيرش وبس لأعرف شو يلي عم بيصير وكيف أنا عم فيد حالي أو عم ضر حالي. خلينا نبلش بأول شيء حكيت عنه، هو عن الانفصام يلي عم بيصير بالدراسات. الدراسات اللي عم بتصير اول شيء عم بتصير على random people، يعني عم بياخذوا ناس من الشارع وعم بيعملوا عليهم دراسات. سو هدول الناس عم بيشربوا قهوه not organic، كلها glyphosate يلي هو البيستسايد او المبيد للحشرات اللي حكيت عنه، وهيدا يلي عم بيأثر على الهرمونات، على وجع الراس، على المشاكل بالمعده. اوكي، سو هذه الراندمايزد او الناس اللي عم بيتاخذوا من الطريق، ذس از ذا بيجست بروبلم، خصوصا بالاشياء اللي عم بتصير بامريكا مثلا ال NIH وهدول. اون ذا اذر سايد، وقت اللي بتشوفي مثلا ريسيرش معموله باليابان مثلا، باليابان ذي ار فيري ايكو فريندلي، ما عندهم البستسايد اللي نحن عندنا اياه هون، خصوصا هون بنورث امريكا، يعني ما بيستعملوا نفس المواد، ما عندهم هذه المنتاليتي انه يلا خلينا نزيد الكميه تنطلع فلوس اكثر. بالريسيرش اللي انعملت باليابان، يلي لقوه انه النسوان يلي عندهم مثلا بري كانسر ماركرز او بريست كانسر، او حتى اللي عندهم اوريدي الكانسر بصدرهم، لقوا انه وقت اللي عم بيشربوا قهوه عم بخف الكانسر او ما عم بتكسر بطريقه معينه. And this is a research، هيدي مو انه مثلا حدا عم بيحكي او انه ايه، اتس ريسيرش انعملت بكذا جامعه هنا. هل هذا يكون له علاقه بالانتي اوكسيدنتس اللي موجوده بالقهوه؟ صح،
فممكن احد يقول لك اوكي، بس معناته اي نوع من الانتي اوكسيدنتس ممكن انك ممكن ان تساعد اللي عندهم سرطان، مو بس القهوه. ما هو اكيد مظبوط. any kind of antioxidants will help، بس القهوه بالمواد اللي فيها، يعني مثلا القهوه فيها بس 2% كافيين. صدق؟ اي اتس نوت انه مو كلها كافيين، فيها 15 ل 20% بروتين. and this is what we need، يعني هذا اللي بدنا اياه نحن جسمنا يقدر ينمى. بعدين اذا بتعرفي بالميزوثيرابي اللي هي وخز الابر تحت الجلد، الوقت مثلا بيكون الوجه عم بيترهل، اول شيء بيقول للطبيب خلينا نسوي كافيين انجكشنز. اوكي، عم بيساعد بافراز الكولاجين، بيساعد بالاكسيتابيليتي مال الجسم، الجسم بيرجع بيوعى بيتنشط من جديد. هلا عم نحكي بالحالات الطبيعيه، رح احكي عن الاكستريم بعد شوي. اوكي، ونفس الشيء كمان اكيد عندك خبر بهيدا الطبيب نسيت اسمه بامريكا يلي بيسوي انما بالقهوة. So and it's very efficient and it works amazingly على الناس اللي عندهم cancer. So القهوة بحد ذاتها it's a very interesting and very healthy product. هلا on the other hand الشيء اللي عم بيصير عنا كمان قد ما عملت research بس بدي أعرف شو يلي أهم شيء بالقهوة. القهوة بتفصم بين being healthy or being unhealthy حسب متى it was cultivated. وقت نحن بنستهلك قهوة من 6 أشهر من النهار that was cultivated كل شيء كل ال health benefits we will take it. وقت نستخدم القهوة بعد 6 أشهر من ال production date ساعتها بتبلش تصير وجع بالمعدة، وجع بالفم، ايام حتى في اشخاص بيعملوا مايجرين بس يشربوا قهوه، معسر هضم، بتعب، بلا 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 بلا. So the main reason، وهيدا كان ريسيرشر بعتقد من MIT راحوا عايش بالبرازيل بمحل ما هم بيعملوا الكالتيفيشن، بس بدي اشوف how things are done. So what he found out هي 6 أشهر range. So أكيد أورجانيك بيأثر. وكمان الشيء الثاني اللي بيأثر أروى هو القهوة الخضراء يلي بنشربها بالكويت. So green... يعني شنو القهوة الخضراء؟ احنا عندنا الشجرة. القهوة العربية يعني؟ القهوة العربية إيه. أوكي، هذه تنعد شنو؟ هذه تنعد أفضل من القهوة يلي روستد من المحمصة. أوكي، زين أشوى الحمد لله. يب. لأنه المحمصة يلي بيصير فيها it will start lose the caffeine and بتبلش يصير فيها الأكسدة أكثر، ساعتها بيصير في تخربط بالهرمون، بيصير في مثلا مشاكل كانسر، لأنه هيدا بيشرب كثير قهوة عامل كانسر and it could happen. So وقت اللي نحن بدنا نشتري قهوة من المفروض نشتريها يا خضراء أو شقراء أو medium roast. الدارك روست هي كثير فيها أكسيد، يعني الأوكسيد يلي صاير فيها كتير عالي، عم نخسر الكافيين يلي هو بيساعد لنا جسمنا. So بعتقد هدول ناو هلا أكيد you are brainstorming. إيه لا يعني معناته إنه هو يعني هو مثلا نفس اللي أنا مثلا قريته، بالعكس أنت أعطيتنا معلومات جديدة، بس إنه مو كلها متساوية. صح. ف And now you know why. في أنواع قهوة أفضل من أنواع قهوة، فهي الواحد يعني لازم يكون حريص على نوع القهوة اللي يشربها. صح، تكون خضرة سلاش شقرة وتكون أورجانيك. أضوية، إيه. أوكي، هدول بتكوني على الأكيد عم تاخذي كل الهيلث بنفيتس. هلا شو الهيلث بنفيتس أو شو الأشياء اللي القهوة بتساعد فيها؟ أول شيء بتساعد على الطاقة. بتساعد على حرق الدهون. الديابيتيز تايب 2 بخف. It can fight cancer مثل ما قلت لك على هيدا الريسيرش اللي انعملت باليابان. بتساعد الكبد to replenish the energy. وكمان بتساعد الدماغ to be more focused. نحن ليش مثلا بيقولوا لازم نشرب قهوه الصبح ما نشرب قهوه بالليل؟ لان القهوه الصبح بس ناخذها
بتعرفي في شيء اسمه سيركاديان ريذم يلي هو ال 24 ساعه مال الوعي والنوم. وقت بناخذ القهوه الصبح بتساعد الكورتيزول بالجسم انه يعلى، وهو شيء طبيعي انه الكورتيزول الصبح يعلى تنكون نشيطين to face the devils to face our day. اوكي، وقت اللي الكورتيزول بيعلى بيزيد عنا النشاط وبيزيد عنا حرق الدهون وبيزيد عنا الحركه الدمويه، يعني حتى ايام بيستعملوها مشان القلب. وقت اللي بناخذ زياده كافيين الصبح، هلا عم بحكي عن الاكستريم، وقت اللي بناخذ اكثر من كبيتين او ثلاث كبيتين is the regular amount، وقت بناخذ اكثر من كبيتين قهوه الصبح، يلي بيصير انه الكورتيزول كثير بيعلى. وقت اللي كثير بيعلى بده ينزل بطريقه كثير قويه، ساعتها بيصير في تعب، بيصير في خمول، الشخص ما عاد بيهضم عدل بعد الاكل. والقهوه بما انه it's related to the cortisol level، من المفروض انه تتاخذ قبل الظهر. مو بعد الظهر. بعد الظهر بتبلش الكورتيزول تنزل يبلش يطلع الميلاتونين تنقدر ننام. الواحد هذا يحسبها لما الواحد يقول الظهر، في ناس تقوم من النوم الظهر، فانت تحسبها من ناحيه يعني سيركاديان ريذم الطبيعي طبيعي، ولا من مثلا تعد ساعه، مثلا خلينا نقول ينام الساعه 12 بالليل ولينام الساعه 1 يوقف قهوه الساعه 1 مثلا الظهر، ولا الساعه 3 نفس اللي ينام الساعه 10 بالليل؟ لأن هو من المفروض انه كلنا ننام الساعة 10 بالليل، من العشر ل 12 ماكسيموم. مو كل من يطبق هالشيء. بعرف اروى، بس كمان يعني في شيء بالفيزيولوجي تبع جسمنا اسمه ال HPA axis يلي هو الهايبوثالاموس بيتويتري مع الادرينالز. اوكي، الادرينالز يلي هي الغدد يلي فوق الكلى يلي اكيد الاغلبيه سامعين عنها، والحين كثير عم تاخذ اشياء زياده، هناك بيصير في الافراز مال الكورتيزول. الادرينالز بتتجدد بين الساعه 10 والساعه 2 الصبح، ال 10 بالليل و 2 الصبح. فوقت اللي نحن بنضل واعيين بهيدا الوقت عم نخلي الادرينالز تضل مطفيه، ما عم نعطيها وقت تتجدد، مشان هيك وقت اللي بنوعى مأخرين الصبح بدنا قهوه زياده تنضل واعيين. لان ما بقى في كورتيزول بجسمنا. اوكي؟ والكورتيزول هو طبيعي انه الجسم يفرزه الصبح، بس وقت اللي بينفرز بكميه كثير عاليه وكثير قويه ساعتها بيصير في انفلاميشن. اوكي؟ مثل حيلا هرمون بالجسم، وقت اللي بتكون عم تنفرز بطريقه طبيعيه اتس ناتشرال، بس وقت اللي بتزيد زياده اتس ان illness، يعني بتسوي مرض. سو هيدا اللي بدنا ننتبه له، انه انا شو السيركاديان ريذم مالي؟ انا كيف اي ساعه عم بوعى؟ القهوه كيف عم بشربها؟ از ات اورجانيك؟ از ات نوت اورجانيك؟ از ات دارك روست؟ ميديوم روست؟ او هي شقره؟ سو كل هدول الاشياء كثير بتساعد انه الانسان يكون مثل ما بيقولوا مايندفول كونسيومر. اوكي؟ انا قديش عم ساعد حالي؟ او انه بس اليوم معصب بدي طنجره قهوه. زين، عندي سؤال الحين. القهوه وايد مهمه من ناحيه النوم، يعني هذا يمكن بالعكس، اصلا اذا الواحد قاعد يشرب قهوه قاعد ياثر على يعني مو بس عدد ساعات النوم، حتى مستوى النوم. صح. اوكي، فممكن الواحد اذا القهوه قاعد تاثر على نومه معناته قاعد تضره. هل ممكن أكيد. نتفق على هالشيء؟ انزين، فانا مثلا اشرب قهوتي الصبح، انا عقب الظهر ما اشرب قهوه، اوكي؟ بس اليوم اللي ما اشرب فيه قهوه كلش انام كثير افضل، فيعني مع اني انا ما اشرب قهوه الا الصبح هم ياثر على نومتي بالليل. صح. فليش الناس اللي ما عندهم مشكله يشربون قهوه بالليل وينامون على طول؟ صح. هل هم يعني جسمهم يهضم القهوه خلينا نقول اسرع من شخص مثلي انا اللي لا يمكن اشرب قهوه العصر وانام بكر، او هل هم ينامون لكن مستوى يعني الكواليتي مال نومهم ما يكون عالي؟ No, it's related to a gene. الجينات اللي موجوده فينا، في جين بيساعد على الكوفي ميتابولايزيشن. اوكي، وهيدا الجين اذا موجود عندك ممكن تشربي قهوه الساعه 10 بالليل وتنامي الساعه 10 ونص
وتنامي نوم كتير غميق. إذا هيدا الجين مو موجود عندك بيصير مثل يلي عم بيصير معك وأنا مثلك. أوكي. أوكي؟ I don't have it. لأنه كمان بنفس الريسيرش اللي انعملت على القهوة وعلى الهرمونات وعلى إيش عم بتأثر على الأستروجين وعلى البروجستيرون وعلى كل هدول الهرمونات النسائية، لقوا أنه مثلا الناس اللي جلدتهم سمراء أو غامقة عندهم الميتابوليزم مال القهوة عندهم وايد عالي، سو وقت اللي بيشربوا قهوة الأستروجين عندهم بيعلى. بينما الوايت بيبل وقت اللي بيشربوا قهوة زيادة أكثر من كوبين الأستروجين عندهم بيوطى. أوكي، هاي معلومة جديدة. سو بسبب الجينات. It's totally gene related. نسيت شو اسم الجين، بعتقد شي XR هذا اللي ذكروا في XR ونمبر 58، بس بعد في أرقام وبعد في letters، بس هيدا اللي ذكرته. And it was يعني it was mind blowing حقي، لأنه ما كنت أبدا بعرف هيدا الشيء، وعلى طول كنت شوف مثلا ربعي هون مثلا بيشربوا قهوة الساعة 9 بالليل وبتلاقيهم نايمين 9 ونص، يعني كيف أنا شميت ريحتها ما نمت؟ إنه it's not fair. So هيدا يلي بيصير. And this is how the body reacts. مشان هيك يعني كمان القهوة بتتفاعل مع كل واحد بطريقة مختلفة، لأنه حسب الجينات أو حسب هيدا الجين، ما رح أقول الجينات كلهم. It's really related to one gene يلي بيسوي كل الديفرنس ان ذا ميتابوليزم اوف ذا كوفي بين اور ذا كوفي. لأنه انا هم تصير اذا كثرت تصير عندي هذه الرقعه رقعه بالقلب والجيتريness وكذي. What you can do ان وقت الهيدي بتصير فيكي تاخذي جرين تي. لحظه، اخذ جرين تي عشان احل المشكله ولا انه بدال ما اشرب قهوه اخذ جرين تي؟ تو ريجوليت. لا لانه كمان كان في يعني حكيت عنه كذا مره، شيء اسمه L-theanine اللي هو موجود بالشاي الاخضر واكيد بيكون اورجانيك. سو L-theanine وقت اللي بيتاخذ مع القهوه بيعمل ريجوليشن للجسم بطريقه كثير متوازيه. لما ننتبه على شغله، بتشوفي مثلا باوروبا والنورث امريكا كلهم they need their coffee in the morning. Otherwise they cannot function. لأنه coffee makes you focus, makes you in your head and go straight to the point. بينما بتشوفي عند الآسيويين all they drink is tea in the morning and they are so mellow ومرتاحين ومرتخيين. بينما نحن بدنا نكون على طول مهسترين ومعصبين ويلا يلا 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 on the go. هذا يلي القهوة بتسويه بالدماغ ويلي الشاي بيسويه بالدماغ. لأنه القهوة فيها مفعول بيخرق البلد برين بارير، يعني literally بتفوت على الدماغ وبتسوي release لهرمونات معينة to make us more active، وتيصير في عنا وايد activity، وايد نشاط، وايد focus. أوكي، كم مرة تكوني عم تشتغلي عشية تقولي لا I need a coffee؟ صدق الحمد لله، الحمد لله أنا ما يصير عندي ما عندي هالمشكلة. نيالي. لا الحمد لله. شوف قاعد أقول لك، أنا اليوم مو شاربة قهوة، بس أنا شاربة شاي أخضر. أوكي. يعني أنا شاربة شاي أخضر، ودائما أصلا أنا يعني مو كل يوم، يعني مثل ما قلت لك أنا في يومين بالأسبوع أخذ بريك من القهوة. بس أشرب شاي أخضر كل يوم. يعني هذا شيء أساسي بالنسبة لي. بس الحين عندنا سؤال، مدام فتحنا موضوع الشاي، ممكن الواحد يشرب شاي العصر من ناحية الكافيين؟ من ناحية الكافيين بس. أفيدس جرين تي إيه، لأنه يلي عم بياخدوا أكتر الجرين تي ما في وايد كافيين، في أكتر ثيانين. أوكي، فزوي الشاي الأسود. الشاي الأسود كمان رجعنا، يعني مثلاً بالكويت أكتر شيء بيشربوا الليبتون. لبتن مليان غلايفوسايت. So we really يعني بدنا ننتبه انه وقت اللي بدنا نقول شاي اسود على طول عم نقصد اورجانيك. واروى اذا انت ذاكره، انا بس كنت بالكويت ما كنت ابدا اطلع لا اورجانيك ولا نات اورجانيك لانه I did not care. بس وقت جيت لهون وبلشت ادرس فانكشنال ميديسن وشوف هون الناس كيف عايشه وقديش مريضه، I changed. هلا كل شيء عندي بالبيت اورجانيك which is not me. بس ما فيي يعني ما بدي امرض لانه
بدي يكون على طول مهتم بهيدا الشيء، لانه عم شوف قديش في ناس عم تمرض من الجي ام او وكل هدول الاشياء. So الشاي والقهوه literally they both have to be organic. اوكي، فاذا الشاي العصر يعني من ناحيه الحين، من ناحيه اللي قاعد يسال من ناحيه النوم. تاثيره على النوم ممكن يخلون الشاي العصر اي نوع الشاي العصر صح، لانه الالسيانين يلي هي الماده يلي كثير اكتف بالشاي الاخضر اكثر من الشاي الاسود، يلي بتسويه مثلا كلنا سامعين بالدوبامين وسامعين بالسيروتونين يلي هم نيرو ترانسميترز او هرمونز بالدماغ. الالسيانين اذا الدوبامين واطي والسيروتونين واطي والشخص اخذ السيانين، الدوبامين والسيروتونين بيعلو. واذا الشخص عنده كثير سيروتونين يلي كمان بتسوي ديبرشن، واذا الناس ما كلها بتعرفها، او عندهم دوبامين كثير عالي يلي هي بتسوي ادكشن، اذا اخذوا السيانين بتتعدل بتوطر. سو السيانين بيشتغل على البوث اسبكت، هو اتس ا ريجوليتر. في الكلمه، لا في كلمه ادابتوجين. It's not an adaptogenic herb. لأنه L-theanine, it's sort of like an enzyme, a particle. It's not a herb by itself. Okay. ولأنه كمان the green tea. بس نفس الفكرة. نفس الفكرة. نفس الفكرة. شو أنت محتاج؟ صح. مشان هيك بسموه it's a regulator أكثر من إنه adaptogenic. لأن adaptogenic is mainly for the herbs. بس yes, as an enzyme, it is an adaptogenic enzyme. مزبوط. Okay. فهمت. تمام. Yeah. Okay. So مشان هيك يعني كتير مهم الشخص ينتبه على هدول الأشياء، لأنه أنا وين هلا شو حاسس؟ Am I too hyper بعد الظهر، أو إنه خلاص I cannot think، ما بقى فيي أفكر ودماغي عم بينطفي. Okay. بهدول الحالتين الشاي الأخضر can really help. كمان في شغلة يبينا لايف عن الشاي. Sure. أكيد. Okay. كمل ايه؟ وشيء تعلمته من امي كمان، انه مع الشاي الاخضر بتحط نعناع. ماي جوش نسيت اسمها. الدرد هيدي الحمراء. زعفران؟ زعفران. صدق؟ مع الشاي الاخضر؟ مع الشاي الاسود. اسود اي اوكي اي. سو كمان هلا بس يعني مثل ما بيقولوا تريبيوت حق الطاف. امي ما في ذي اللحية موجودة، هي كانت موجودة من شوية. معلش رح ترجع تحضر وهلا وي ويل فورس. سو الزعفران كمان كثير مهم حق الدماغ، يعني كثير عم بيستعملوه بالكومبوزيشن حق الادويه مال باركنسون مال ديمنشيا مال الزعفران. الزعفران كثير عم بيشتغل على الكلاينتس وذ الزهايمر اند ديمنشيا. وايد فمعناته القهوه العربيه بالزعفران رح تكون كثير مفيدة حق الناس اللي هاي ماما كأمي تقول موجودة. إذا القهوة أنا اللي قريته إن القهوة مفيدة حق الناس اللي ممكن عندهم أعراض الباركنسون، فإذا قهوة عربية مع زعفران صح it will be double. ومزبوط هي القهوة is very good حق ال people with Parkinson، لأنه okay. الباركنسون يلي بيصير عندهم هو الدوبامين كتير بيوطى أو ببلش يختفي. So they need something to activate them. Okay, حلو. Okay, so they need this push اللي عم تجي من جوا. So this is why what the push خليت الكافيين على الدماغ عم تعمل excitation و release للدوبامين center. So مشان هيك it is proven. Okay, يعني اشتغلوا على research وشافوا انه it really helps with Parkinson disease. حلو. Yeah. والله معلومة وايد حلوة. تفيدانا. زين لحظة بس لازم أقول أن نادرة أختي هم موجودة معنا على اللايف وتقول هم أنا موجودة، فقلت نسلم عليها. أهلين أهلين. إيه والله. إنزين عندي في سؤال عن أن الديكاف في مثلا، طبعا أنا لازم أذكر أن الديكاف هم لازم يكون يمكن أهم من يكون عضوي الديكاف، لأن طريقة شلون يشيلون الكافيين من القهوة تزيد الكيماويات بالقهوة، فإن حرصوا إن إذا ديكاف هم تكون يسمونه ووتر اكستراكشن أو شيء كذي، نسيت شنو اسمها الطريقة شلون يشيلون الووتر بروسيس. ووتر بروسيس طريقة شلون يشيلون الكافيين من القهوة، فحرصوا إنه تكون عضوية. فشلون الديكاف الواحد إذا مثلا أخذ ديكاف هم ممكن يستفيد من الفوائد الثانية اللي بالقهوة؟ Not as much، لأن الديكاف لقوا إنه بيأثر على القلب. يعني الناس اللي بتاخد ديكاف ممكن يصير عندها
ديس هارموني، ما راح اقول مشاكل، يعني القلب حيبلش يخربط شوي. And it's all related حق الديكاف. It's not as healthy. هلا ممكن يكون شوية healthier. والله هذا أخوي أهلين يلي بيصير مع مع الديكاف، القهوة بحد ذاتها once we drink it، مش هيك مثلا ما لازم ناخد supplements ملوتة مع القهوة، خصوصا when it's related حق الكالسيوم، لأن القهوة بتشرب الكالسيوم وبعدين بتطلعه من الجسم. سو بدنا ننتبه على هذا الموضوع كمان، انه انا اي وقت عم باخذ السبلمنتس مالوتي دغري بعد القهوه او قبل القهوه، يعني ننتبه انه يكون في مينيمم اوف 30 مينتس او 30 دقيقه الشخص يكون مثلا ما عم يشرب، موقف شرب قهوه. طيب اوكي، فاللي ياخذ مكملات غذائيه لازم يحرص انه ما تكون نفس مع القهوه بنفس الوقت. اكيد لا، لانه ليترلي بياخذ كل شيء. هلا بالديكافينيتد فيهم ياخذوا سبلمنتس. فلحظه، فانت هي مو القهوه وهي الكافيين، هو الكافيين اللي بيشرب اللي بيعمل سكشن، لايك ليترلي بيشرب بيعمل سكشن للكالسيوم من الجسم. سو مشان هيك يعني بدنا ننتبه على هيدي الشغله. واكيد اذا كانت القهوه اجين الريسيرش اللي عم بحكي عنها اروى انعملت على راندمايزد بيبل، سو منو معروف نوعية القهوة اللي شاربينها. اوكي، اتس ريسيرش موجودة على ال NIH اللي هي National Institute of Health ويب سايت، بس شو نوع القهوة اللي كانوا عم يشربوها؟ اتس نوت منشند. اوكي، بس تو بي اون ذا سيف سايد بدنا ننتبه وقت نكون عم نشرب قهوة ما ننتبه على هيدا الشيء. اوكي حلو تمام. انزين، في عند اللي انا عارفه ان اللي قاعد تحاول تحمل واول اشهر الحمل تتجنب القهوه، انه ممكن تسبب اجهاض. إيه. كمان اذا كانت هو الجلايفوسيت اروي اللي بيسوي هدول الاشياء، نوت ذا كوفي. رجعنا حق هذا. اي صح، رجعنا حق يعني اتس لوب. اوكي، عايشين بدوامه. اوكي، وهيدي الدوامه كلها موجوده على انه ايه خلونا نسوي جي ام او تنوقف المجاعه بالعالم، سووا جي ام او تيقتلوا العالم. بالضبط. بالضبط. يعني وبعد المجاعه كل منا عم بتزيد. حدا عم بيسال شو رايي بقهوه الشعير او قهوه الهندباء؟ الهندباء is really one of my favorites. It's really good, very healthy. مثل ما قلت القهوه هي بتساعد الكبد، او القهوه بيصير البروسيس او الهضم مالها بالفيز 1 اوف ميتابوليزم مال الكبد. بال داندلاين كوفي كثير صحيه، كثير بتوعي الكبد، لان الكبد بس نوع الصبح لازم يكون متجدد، والهندبه بتساعد انه يجدد الكبد الصبح. سو اتس ريلي فيري جود. وكمان قهوه الشعير، بس بفضل الداندلاين او الهندبي لانه it's really really healthier. اوكي، الشعير ننتبه على الايام بيكون في جلوتين وهدول الاشياء. ايه الشعير فيه جلوتين صح، بس في اذن التشيكري هي شنو هذه؟ التشيكري كوفي. ايه التشيكري كوفي هي الهندبي، سوري انا قلت داندلاين لانه في اثنين ايام بيخلطوهم مع بعض. ايه والداندلاين شنو؟ نعم، الدانديلاين شنو بالعربي؟ انا ما نسيت، ما بعرف، خربطت انا فيهم، بعتذر. اوكي اوكي اوكي، انا على بالي تشيكري شيء ثاني. اوكي يأكي. تمام، سو اثنيناتهم منيح. قهوه المشروم اكيد الريشي مشروم كوفي از ون اوف ذا بيست، كثير بتساعد خصوصا اذا كانت اكيد كالتيفيتد انا اورجانيك واي، لانه بدنا ننتبه الريشي از بيجدد كل الخلايا بالجسم، يعني من الدماغ للشعر للجلد للأعضاء من جوا. So it's really one of the best things. جرالي ممزوجة عرف الأسد. You mean lion's mane؟ شو هو عرف الأسد؟ lion's mane؟ lion's mane يمكن lion's mane. So lion's mane كمان كتير منيح، كتير عقلي وريسيرش انه كمان بيساعد الدماغ انه يتجدد، بيساعد الكوجنيشن، يعني
يعني إذا شخص عنده شغل أو عنده دراسة وما عم يقدر يركز على الدرس أو يستوعب الدرس، اللاينز مين كتير 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 لقوا إنه بتساعد. واو. So it's بتساعد على الكوجنيشن أكثر من ما إنه بتساعد على تفتيح الدماغ مثلا مثل القهوة العادية. So definitely yes, that's a very good idea. انزين خل اشوف انا شنو اللي كاتبته. مثلا تاثيرها على الهرمونات، القهوه تاثيرها على الهرمونات ممكن تاثر؟ مثل ما قلت لك، هي على الاكيد حتاثر، لانه وقت بنشرب قهوه الكورتيزول حيعلى. اوكي، اذا كثير شربنا قهوه والكورتيزول كثير عالي حنفوت بحاله انفلاميشن بالجسم. الهضم تبع الكورتيزول حيضرب الدماغ، حيضرب الكبد. سو وقت الكبد ما بيكون عم بيعمل ميتابولايزيشن او بروسيسنج مضبوط للقهوه بالفيز 1 مالتها، حيخربط. لان بتعرفي الهرمونات الاستروجين والبروجستيرون بيجوا من الكوليسترول. سو وقت اللي الكوليسترول من الكبد ما عم بينفرز بطريقه صحيه ومضبوطه لانه اتس اجيتيتد، اكيد حيصير في تخربط بالهرمونات. سو رجعنا، اتس ريلي فيشس سيركل. بس وقت نعرف الاشياء كيف بدنا نوصلها ببعضها، حنقدر نعمل ريجلايزيشن او حنقدر نوصل لمرحله تساوي بيننا وبين وضعنا الداخلي والخارجي وقديش عم نشرب قهوه. بس ايه ديفنتلي بتاثر كثير على ومثل ما قلت لك ديبيندز اون ذا جين. يعني يلي لونهم اسمر وغامق اذا شربوا قهوه الاستروجين عندهم عم بيزيد. سو الجينات اللي موجوده فينا عندها القدره انه تو ميتابولايز القهوه بهذه الطريقه او لا. ما هي الكميه لشرب القهوه وبالاخص القهوه التركيه؟ مبدئيا بيقولوا 200 ملغ بالنهار، يعني هو تقريبا كبيتين. ومن المفروض يكونوا قبل الظهر مشان ما كثير ياثروا على الكورتيزول، ما كثير ياثروا على الهضم، وتيضل المفعول تبعهم بناحيه النشاط بالجسم. هيدا according to functional medicine like website and information. ليش علاقة القهوة بليونة الأمعاء؟ أرتاح لما أشربها على الريق. يلي بيصير مع ليونة الأمعاء مثل ما حكيت قبل، إنه في أشخاص بيسووها نوع من حقنة أو أنما، وكمان كتير مفيدة. القهوة is بتسوي كهرباء بالجسم، بتسوي نوع من excitement. سو وقت اللي بتشوف حضرتك كمان الدماغ وقت بس تشرب قهوة بتصير more active، هيدا اللي بيصير بالمصارين. الشعيرات اللي موجودة بالمصارين بس يصير فيها قهوة بيصير فيها excitement زيادة، وبيصير في الشخص يروح على الحمام بطريقة أسهل وأسرع. اللي أنا زين افتح الموضوع، لان انا كنت ناوي افتحها، لانه ما يصير بصراحه اي نقاش له علاقه بالصحه ما يفتح الموضوع، لانه جدا مهم، من اهم الاشياء. يعني الجهاز الهضمي لازم يشتغل عدل. بس انا عندي شغلتين، اللي ما يقدر يروح الحمام بدون كوب قهوه، هل هذا الشيء زين؟ هل هو معناته عنده مشكله؟ هل المفروض الواحد يعني يقدر يروح بدون القهوه ولا عادي؟ أروى هلا هيدا الشخص يعني من المفروض يشوف. أنا ما بعتقد، لأنه بعتقد it's a kind of a routine بتصير. يعني ما لازم على طول نكون very rigid in our thinking. أنا إذا ما شربت قهوة ما بفوت على الحمام. أوكي؟ It's a kind of a routine. في أشخاص بس يقعدوا الصبح يفوتوا على الحمام بدون ولا شيء. في أشخاص لازم يتروقوا، وفي أشخاص لازم يتغدوا تيفوتوا على الحمام. في أشخاص ما بيفوتوا، شو ما يسووا. وهذا كله عادي. وهيدا كله عادي، لأنه it depends on your own circadian rhythm. أنت من داخل جسمك كيف مركب. أوكي، وهيدي المشكلة اللي عم نشوفها بالنيوتريشن وبالدايتيشن وبالفانكشنال ميديسن وبالريجولر ميديسن. We treat everybody as a standard. أوكي، صح. بينما الحين يعني مشان هيك مثلا بالفانكشنال ميديسن we treat the person as an individual. صح. أوكي، ما في شيء عندنا اسمه ستاندرد. لا والله، ان المفروض الاستروجين يكون بين هني وهني، انت عندك هون عندك هون عاليين يعني خلاص عندك مشكله. لا، طب مثلا خبريني عن امك، مثلا عن ستك، شو ستريس اللي مرقتي فيهم،
شو سويتي فحص قبل سنة، شو كان الريزلت. يعني هذول يلي بنطلع عليهم أكثر ما إنه مثلا ستاندرايزد ثينكينج، إنه من المفروض نوعه ونفوت على الحمام. أوكي؟ I have my cousin، عندي my cousin sorry على التعبير، when he pees one time in the morning، وتاني مرة he goes to pee الساعة 5 بعد الظهر. Exactly wow. He's okay. extremely healthy، ما عنده ولا مشاكل، very active man. Everything is normal. This is how his body reacts. ما في يروح يقول له لا أكيد عندك حصر بول. ما بو شيء. زين، سؤال ثاني عشان ننتقل الى موضوع غير، بس لان للحين على هذا الشيء قريت ان لان القهوه تخلي الواحد يروح الحمام، ف يعني تخلي الجسم يتخلص من الطعام اسرع من المفروض، فما ينهضم عدل، وما الجسم ما ياخذ المنافع كلها من الاكل. هل هذا مو صحيح؟ لا خرابيط يعني. هلا بدك تنتبه، رجعنا على قصة الخرابيط. يعني هذا الشخص عم بيشرب قهوة بعد الظهر. لا احنا قاعد نتكلم اوكي يعني كمان تشربها مثلا بعد ما جسمه كان صار له مثلا 10 ساعات مو ماكل شيء. ما اتس نوت، لانه هو يلي القهوة بتسويه انه بس بتخلي هذول التنتيكلز او الشعيرات بالمصارين يشتغلوا بطريقه اسرع. وقت هدول بيشتغلوا بطريقه اسرع عم بيكونوا واعيين، يعني عم بيكون في هضم. بس رجعنا حكينا اذا ذاكره انه القهوه وقت بتتاخد بيكون مثلا في كالسيوم او غير مواد حتشربها، هي القهوه حتشربها. The coffee will absorb الفيتامين دي and will absorb the calcium. اوكي، مش انه بتخربط المناعه، لا، this is what it does. So معك حق، بس there is a reason، لانه هيدي شغلتها للقهوه انه تاخذ هدول الاشياء. اوكي، ميك سنس؟ اي لا ميك سنس، حلو. يا انزين، القهوه والغده. القهوه والغده كمان بدنا ننتبه، الغده من وين جايه؟ يعني اذا مثلا هاشيموتو أو الغدة جاية من الأدرينال جلاندز، لأنه نعرف بالـ HPA axis اللي حكيت عنه من قبل، إنه لأي درجة الغدد موصولين ببعضهم. So بيصير في نوع من excitability. أوكي؟ بعدين قديش عم نشرب قهوة؟ الغدة خصوصا الغدة التركية، بعطيت هيدي اسمها مو؟ الثايرويد. الثايرويد كثير الريسبتورز مالتها قوية على الجلايفوسيت. وايد وايد وايد، يعني الهاشيموتو من اول اشياء بيقولوا لي كي هون stay away انه just start an organic diet. اوكي لانه كثير بيصير فيها هذه المشكله. كمان اذا الكورتيزول وايد عالي والادرينالز ار هايبر، الغده will be hyper. وبس تكون كثير هايبر حيجي وقت انه خلص حتنطفي، ما بقى فيها. اوكي، خلصوا البنزينات مثل ما بيقولوا. And then okay. بيصير في hypothyroidism من بعد ما بيكون في hyperthyroidism. يعني بس ينحكى عن الغدد literally كأنه واحد عم يحكي عن الشاكراز، يعني هم literally الغدد هم شاكراز بالجسم. وحتى بس نكون يعني عم نناقش مع endocrinologist وكذي بالfunctional medicine، بيوصلوا لوقت بيقولوا and then it depends how the body functions. يعني هيدا هيك على طول كنا نخلص اللكتشر انه حسب. هي من بعد ساعتين الهرمونات التي اس اتش وعرفت ايه والتي 4 والتي 3 وهيدي طلعت وهيدي نزلت، اخر شيء بيقول لك انه حسب انه كل واحد شيء. ايه كل واحد غير، كل واحد اكزاكتلي. سو مشان هيك يعني بس ينحكى عن الغدد اتس فيري سبتل كونفرسيشن، حديث يعني وايد دقيق، لانه ما في ينحكى فيه هيك بالعلن انه ايه يلا هيدي القصه وخلصت. صح. زين اخر شيء القهوة. نعم. والقلق أو الانكزايتي اللي عندهم انكزايتي يتجنبون القهوة؟ هلا القهوة لقوها مثلا it's very helpful for depression. It helps depressed people. Okay.
بيكوز اوف ذا حكيتي دوبامين، ذا دوبامين يعني افكت ولا في شيء ثاني؟ بعتقد اكثر على السيروتونين بتشتغل مع الديبريشن والاكسيتابيليتي اللي الشخص بيحس فيها، لان الديبريشن عورتها انه انا ايم سكلودد ما بدي حد وعم بنطفي، سو وقت بتاخذي قهوه وبتولعي النار جوا سو ذا ويل بي هيك شويه حركه بارتي انسايد. ما للانكزايتي اللي المشكله مع الانكزايتي انه anxious people already عندهم رقعه بالقلب or palpitation. Okay. So وقت اللي بياخذوا قهوه and they feel it more ما بيقولوا هيدا مفعول القهوه، بيقولوا this is the effect of my anxiety. I am more anxious. So الافضل انه يبعدوا عنها شوي، يجربوا ال L-theanine. It's extremely, extremely beneficial. اوكي وكمان يعني فيهم يستعملوه as an antioxidant. It's a beautiful يعني فاللي يعاني من القلق يحاول يشرب مثلا شاي اخضر اكثر صح، او حتى في حبوب. انا ايام بجيب الحبوب الالسيانين مثلا، بس اعرف الشهر الجاي مثلا عندي وايد درس، عندي اكزام، عندي كلاينتس هني وكلاينتس انترناشونال، انا اي هاف تو ديل وذ اول ذات، بجيب علبه التيانين وباخذ كل يوم 200 ملغ الصبح just to regulate. وهذا الحبوب هذه يكون ما فيها كافيين؟ no, بس فيها الثيانين. عجيب. اوكي تمام. شفتي ليه لازم اجي على الكويت؟ بالضبط، يلا بسرعه. بس زين، بس انت الحين مو بالكويت، بس ممكن تسوي استشارات اونلاين صح؟ صح. اوكي، فاللي يبي يتواصل معك على your انستغرام. اوكي اذا ما بين عندكم او اذا انتم قاعد تشوفون هذا مثلا تسجيل بعدين تواصلوا معي وانا اعطيكم الانستغرام مال الياس. في اي شيء ثاني احنا ما ذكرناه او مثلا في اي سؤال مر علينا؟ صراحه ما بعرف حدا. هو المشكله صراحه الاسئله لانها تروح انا ما اعرف شلون ارجع لها. في طريقه ريبورت اللي انا انت قاعد تقدر تشوفهم؟ عم بشوفهم. ايه اوكي سو حدا سال اللي يعاني من مشاكل وراثيه في الكلى هل لازم ينتبه من القهوه؟ إيه اكيد، لانه الكلى مثل ما قلنا هي العلاقه مع الادرينالز. الادرينالز هم الشابو او الكابوس اللي قاعد فوق الكلى. سو وقت اللي نحن بناخذ قهوه وبيصير في اكسيتابيليتي للكورتيزول، اذا في مشاكل بالكلى ممكن ياثر عليه. سو المفروض انه الشخص ينتبه على هيدا الشيء. لازم نشرب مقابل كل كوب شاي كوب ماي او كوب قهوه كوبين ماي. كبايه هو يمكن لان القهوه دي هايدريتنج، بس انا صدق يعني مر علي انه لا اتس نوت دي هايدريتنج، ان هذا مو صدق. اروى لانه عم نشرب الكميه الصح. اوكي لانه فيها بروتين and the skin needs protein. سو مشان هيك ما بنحس بالديهايدريشن بجسمنا. انا بحس بالديهايدريشن وقت النهار مثلا بيكون عندي 7 كلاينتس واكيد عم سوي انترميتنت فاستينج، ما باكل للساعه 3، سو بشرب شي 4 أو 5 كبايات مي، ساعتها بحس بالديهايدريشن. بس وقت بشرب مي ريجولر يلي هم كبايتين، اي فيل ماي سكين از اولويز مويست وجسمي من داخل از اولويز مويست. اوكي وبعدين القهوه بننتبه انه اتس ديوريتيك، يعني بتسهل البول. سو على اللقاء بلا بلا بلا. اوكي حكينا عن الغدة، تعيد معلومات الغدة باللغة العربية. بعتذر عن اللغة العربية ونسيت شو قلت. اي بالضبط. لا بس انا اقول لك شنو، ترى انت المعلومات المهمة كانت بالعربي، بس انت في شيء تقوله بالانجليزي فهم عبالهم قاعد يضيفهم شيء بس ما كان قاعد يضيفهم شيء. اي يعني مثلا وبعدين كم مرة تقوله لا بعدين تقوله بالانجليزي بعدين ترجع تقوله نفسه بالعربي. بس ما طافهم شيء مهم يعني. اوكي بعتقد يعني اكثر شيء حكيته عن هو ال HPA axis يلي هو علاقه الهايبوثالامس مع البيتوتري مع الادرينالز، يلي هو الغدد يلي بتنفرز بالدماغ مع البيتوتري يلي بسموها الثيرد اي او حدها، والغدد يلي موصوله بالكلى. هيدا في سيركت بيطلع وبينزل بيناتهم كل النهار، هيدا يلي بنسميه HPA axis. اوكي وكمان هيدا له علاقه بالبرين جات اكسس، وله علاقه بالفيجس نيرف. هذول كلهم كلمات انجليزي بس كلهم موصولين ببعض،
وهلا الحمد لله يعني كثير ناس بلشت تحكي بعلاقه المصران بالدماغ وهيك، خليني اشوف. فبعتقد هيدا هو. انزين الياس قاعد يسالون اذا راح نحفظ اللايف. انا بصراحه اول مره اسوي لايف، اول مره انا ادعي يعني اسوي لايف، فالمفروض لما ينهي اللايف يعطوني الخيار اني احفظه، فان شاء الله راح يكون محفوظ، راح تقدرون تشوفونه اللي ما شافوه من الاول. وان شاء الله هم انا راح نزله عندي باليوتيوب باذن الله، اذا قدرت اني احفظه عندي بتليفوني يعني اشوف افهم شلون الطريقه. بس بصراحه انا جدا استمتعت باللقاء معاك الياس، ويعني قاعد احاول اركز معاكم بنفس الوقت، انا افكر اللقاء الجاي شنو راح يكون الموضوع. بس يعني انا ما ادري، انا الحين جزء منه الناس شنو مهتمين فيه، والناس معظمها تحب القهوه وحايصه بموضوع القهوه، انه دائما عندهم هذه المعلومات مالت القهوه مضره، القهوه مفيده، لا تشربون كذي، شربوا كذي، فيبون يرتاحون، يبون انه خلاص يعني يكون عندهم المعلومات الصحيحه ويعرفون انه يعني ان اللي قاعد يسوونه هو صح، او اذا في شيء مثل ما قلت انه يحرصون على اورجانيك انه يغيرون من هالناحيه. اكيد. بس في عندك المواضيع اللي مهتمين فيها الناس وهم احنا ضروري نطرحها، يعني انا مثلا عندي موضوع الجهاز الهضمي جدا 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 مهم، فممكن يكون مثلا هذا الموضوع اللي مثلا معظم النساء مهتمه فيه وانا راح اكون جدا مهتمه فيه، اللي هو يكون له علاقه بالبشره. فشنو انواع الاكل الواحد اللي يتجنبها، شنو انواع الاكل اللي ممكن ياخذها، او حتى انواع الشاي مثل الشاي بدك الاخضر. نسويهم الحين؟ والله كان زين بس انا لازم اروح. لا 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 معليش I'm just teasing you. فش اسمه، فان شاء الله لازم نحدد يوم ثاني نسوي لقاء ثاني ان شاء الله. واللي عنده اي اقتراحات يطرش لي على الدايركت اقتراحاتكم ان شاء الله، ونشوف يعني اكثر موضوع ان شاء الله نسوي عليه لايف مره ثانيه. اي شيء الياس قبل لا ننهي اللايف؟ لا ان شاء الله مثل ما يعني وات ايفر يلي الموضوع يلي بدك اياه، ممكن نحكي عن حب الشباب مثل ما البعض عم بيقول، ممكن نحكي عن الجهاز الهضمي لانه بالاخير كلهم موصولين ببعض، وهيدي المشكله اللي عم نشوفها الحين انه لاي درجه الطب عم بيكون كتير نارود، عم بيضيق المفاهيم، انه اذا عندك مشكله بجلدتك بس بنعالج الجلده، بس مثلا ما بنشوف اذا كبتك فوران، ما بنشوف اذا عندك ستريس زياده او اذا عم بتهضمي عدل، او وهيدي المشكله يلي كتير عم بنشوفها. بينما بالفانكشنال ميديسن او الطريقه اللي نحن بنشتغل فيها بنشوف الشخص كوحده متكامله، يعني اذا شخص اجى لعندي وعنده مشاكل بالجلده او بالوجه حبوب شباب، اكيد ما رح اقول له روح سوي هيك مشان جلدتك، حقول له سوي هيدا الريجيم، سوي هيدا الاكل، غير هدول الاشياء بحياتك. So مشان هيك anyway thank you so much. قلت لك it will be mind blowing وانبسطت لانه I know you are a nerd شوية nerdish مثلي، so انبسطت انه اعطيتك معلومات ما عندك فكره عنهم. عبودي I miss you too حبيبي. اي شفت المسج من احمد إيه. اللي وحتى اللي يب الانستغرام مال الياس يروح على اخر بوست، حتى بالستوري عندي انا حاطه الانستغرام ماله عند صورته. اوكي ثانك يو سو ماتش، ان شاء الله تكونوا استانستوا، اند ويل توك سون ان شاء الله. باي 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 باي.